مساء الخير وتحية رياضية مشاهدي ام تي في وان وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم، وبعرف انتوا كتار اليوم، بعرف انتوا كتار لمتابعة المباراة النهائية لدورة دبي الدولية ال31 لكرة السلة، المباراة النهائية اللي مرة جديدة عم يكون موجود فيها الرياضي للمرة ال11 بمشواره بدورة دبي. عم يكون الرياضي صاحب السبع ألقاب موجود بالمباراة النهائية لهالدورة اللي أصبحت محطة سنوية للعديد من الفرق العربية والآسيوية. الرياضي بطل دورة دبي العام الماضي عم يدافع عن لقبه، اذا بالنهائي امام مايتي سبورتس الفلبيني، الفريق الوحيد يلي ما خسر بهالدوره، الفريق الوحيد يلي كان مخيف بالنسبه لكل الفرق. من هون بيعرف الرياضي قد ايه اهميه المباراه، من هون بيعرف الرياضي قد ايه صعوبه هالمباراه بالنسبه له. مباراه منا سهله ابدا، هيدا الامر يلي بنعرفه بمواجهه اندري بلاتشي، بمواجهه جيلان كاندريك، بمواجهه مايكي ويليامز، بمواجهه خايمي مالونزو، بمواجهه رينالدو بالكمان. لكن نحن ايضا عندنا ستارتنج فايف يلي عم نشوفهم بالوقت يلي الجمهور اللبناني فول هاوس بصالة مكتوم، بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الاهلي، عندنا دوين جاكسون، عندنا مايك ايفيبرا، عندنا وائل عرقجي، عندنا مازن منيمني، وعندنا علي حيدر، هن يلي عم يبلشوا المباراة، واكيد بقية الشباب يلي موجودين على الباش. اسماء كثيرة، امكانات كبيرة، وطبعا بننتظر الفرحة الأكبر بالتأكيد مع النادي الرياضي بنهاية المباراة، على أمل أنه النادي الرياضي يلي فاز بأول ألقابه بدورة دبي بعام 2005 يكون عم يحصد لقب جديد. بال 2005 قدر يحتفظ بلقبه بعد عندما فاز فيه بسنة 2008، قدر يحتفظ فيه بسنة 2009. الرياضي تعود على الاحتفاظ باللقب بدبي، وبالتالي الرياضي أيضا يلي توج باللقب بعام 2015 بينتظر بالتأكيد لقب جديد. الرياضي يلي فاز بال 2013 أيضا باللقب، ما بيغيب كثير على لقب دورة دبي الدولية، وبالتالي اليوم بمواجهة الفريق الفلبيني وجمهوره الكبير يلي أيضا ملأ المدرجات بصالة مكتوم بن محمد المكتومة، المدرجات الخاصة بالنسبة له. وفي يقول عن هالمباراة هي أكثر من مواجهة رياضية، هي أيضا مواجهة جماهيرية بين الجمهورين الأكبر يلي اعتدنا نشوفهم بدورة دبي الدولية. شوفوا الصورة بتحكي عن حالة مشاهدينا، الجمهور الفلبيني يلي حضر بأعداد كبيرة، الجمهور الفلبيني العاشق لكرة السلة وفريق مايتي سبورتس المدجج بالنجوم المحليين والأجانب، على رأسهم أندري بلاتش اللاعب الشهير يلي كان سبق وحمل الجنسية الفلبينية المشاركة مع المنتخب الفلبيني بكأس العالم 2014. لكن الجمهور اللبناني والأرز اللبنانية واللون الأصفر واللون الأزرق وعلمنا موجود أيضا بالمدرجات بيعطي بوش كبير للاعبين، أكثر من ماتش أب في بهالمباراة. رح نشوف مين رح يقدر يلعب على أندري بلاتش، مين رح يجرب يوقف العملاق مترين و11 أندري بلاتش بهالمباراة. هي مباراة بيج سايز بيج نيمز، هي مباراة بالتأكيد الكل عم ينتظرها، والبداية مثل العادة مع الجمهور اللبناني والنشيد الوطني. مباراة اليوم الرياضي اللي عم يمثل كرة السلة اللبنانية، ثلاث فرسان كانوا موجودين طبعا بهالبطولة، رح أكمل حديث عنه بعد النشيد الوطني الفلبيني أيضا.
جدا بصاله مكتوم بن محمد المكتوم. اجواء رائعه جدا بالفعل، 25 فريق سبق وقالوا للتتويج بلقب دوري دبي، وبالتالي اليوم مايتي سبورتس بيامل يكون الفريق الرقم 26. ما قدر ولا مره مايتي سبورتس يربح اللقب بدبي، لكن الرياضي هو سيد الالقاب، هو ملك الكؤوس والانجازات. يلي عم يبلش المباراه مع مازن مليمني، عم يتعرض لستيل من جالان كاندريك، والانطلاقه السريعه هيدا اللاعب بده ينتبهوا منه، بشوط منيح على ثلاثه. جالان كاندريك بياخذ المحاوله ما بتسجل. دوين جاكسون كان الرجل المناسب بالمكان المناسب مع وائل. وائل على رواق، بدنا نلعب بتركيز كتير كبير، بدنا نكون اجريسيف بالديفنس، فريق كتير صعب على حيدر. وائل عرقجي، وائل بيقرر يعمل درايف اتجاه السله على اندري بلاتش، بكبها لبرا لمازن يلي بياخذ الشوطه. مازن منيمني ما بسجل، الريباوند العملاق اندري بلاتش. ميكي ويليامز بدكم تنتبهوا منه كثير، بلاتش بالاوتسايد جيم كمان حاضر. هيدا لاعب الام بي اي، هيدا لاعب ال 564 مباراه بالدوري الامريكي للمحترفين، انسايد اوتسايد جيم دائما حاضر اندري بلاتش. رهيب اندري بلاتش، لكن ايضا نحن بنقدر نرد وبنفس الطريقه ومن نفس المسافه. وائل مايك افيبرا بيعمل الفيك وبياخذ الاتاب تاع الثري، ما بسجل مايك. الريباوند رينالدو بالكمان، لاعب اخر من الام بي اي. اندري بلاتش لعب بالام بي اي مع واشنطن ويزرز وبروكلين ناتس بين 2005 وال 2012. رينالدو بالكمان كان طبعا مع نيويورك نيكس ومع دنفر ناجتس لمده 6 سنوات، وهو يلي كان عم يسجل هالنقطتين. رينالدو بالكمان اللاعب البورتوريكي يلي بيحمل ايضا الجنسيه الامريكيه، مسجل بهالدوره كلاعب امريكي. وائل عرقجي، وائل صعوبه كبيره تحت السله، صعوبه كبيره تحت السله. هيدا الامر كنا متوقعينه. خايمه مالونسو كان عم يروح بالفاست بريك السريعه، لاعب رقم 13. فايف زيرو ران ببدايه المباراه السريعه من ناحيه مايتي سبورتس. خايمه مالونسو لعب كثير اتلتيك على ارض الملعب، رح تلاحظوا هيدا الموضوع. راح يكون عنده محاولتين. عم يسجل الاولي خايمي. الرياضي بالتاكيد بيعرف يرجع لاي مباراة. خايمي بياخذ المحاولة الثانية وايضا بينجح فيها خايمي. 7-0 ران ببداية المباراة لمايتي سبورتس، وبطل لبنان ووصيف بطل اسيا وبطل دوري دبي. من دون شك ما راح يطول ليرد مع مايك افيبرا. مايك عم يطلب سكرين، بيقدر يعمل درايف لحاله، بياخذ الخطا مايك افيبرا. بيقدر يجرجرهم على الاخطاء، بيقدر يجبرهم يرتكبوا الاخطاء، بيقدر من دون شك مايك افيبرا يرجع الرياضي بشكل سريع للمباراه بوحده من شوطاته الكبيره. بيك شوت كان له امبارح بالمباراه امام هوبس، هوبس اللي خسر اليوم امام جمعيه سله بمباراه تحديد المركزين الثالث والرابع، وخسر امبارح بالمباراه النصف النهائي امام الرياضي. لكن هوبس بالتاكيد اليوم شارك باللاعبين الاحتياطيين بالوقت يلي مايك افيبرا. قلت لكم مايك افيبرا ما حيطول ليرد، ما حيطول ليرد مايك افيبرا. عادة هيك نوعه من السلات مثل سجلهم اندري بلاتش ورينالدو بالكمان بيستفزوه بشكل كبير لمايك افيبرا يلي رد بثلاثه. لكن اندري بلاتش كيف بدنا نوقفه؟ كيف بدنا نحط له حد؟ كيف بدنا نخلي اندري بلاتش بعيد عن سلتنا؟ بعدوه قد ما فيكم، ضايقوه قد ما فيكم، زعجوه قد ما فيكم. دوين جاكسون عن الارك ممكن ياخذ الشوطه. دوين بالفعل بياخذ الاتابت. دوين جاكسون ما بسجل، سيء الحظ كان بالمحاولة الأخيرة. ميكي ويليامز لمالونسو، صراع بين رينالدو بالكمان ودوين جاكسون. برافو يا دي جي، دي جي عم يكون أجريسيف بالدفاع، عم يكون مركز بشكل كبير مع وائل. وائل بسلم دوين جاكسون، بلاتش تحت السلة دائما مزعج علي حيدر، عم يلعبها بلاتش وعم يتعرض لستيل. بخبرته الكبيرة أندري بلاتش ما عم يتوقف بمباراة اليوم. اون بوث أندز على الديفنس وعلى الاوفنس عم بيكون موجود. خايمه مالونزو، رينالدو بالكمان على الباس، شو راح يعمل مع دوين جاكسون؟ دوين برافو يا دوين، عم يعمل ستيل دوين جاكسون. والفاس بريك السريعه مع مازن، منه لعند وائل. وائل بيسلم على حيدر، علي بمواجهه بلاتش، عم بيسجل الحيدر. برافو يا حيدر، كبير علي حيدر. اذا انتم عندكم بلاتش عملاق، نحن عندنا الكبير علي حيدر، الوحش تحت السله علي حيدر.
ما حدا بيقدر ياكله، ما حدا بيقدر يتحدى بطل الاردن من ايام قليله مع نادي الوحدات تحت السله. 9-4 التقدم لمايت سبورتس. كاندريك عم يسلم بلاتش، حيدر عم يدافع عليه بشكل منيح. وين الهلب؟ وين الهلب؟ وين الهلب لعلي حيدر؟ بلاتش، برافو يا علي حيدر. قلت لكم اندري بلاتش رح يعاني بالوقت يلي مايك افيبرا بياخذ الشوط. يا الله يا الله يا مايك افيبرا، شو لعيب، شو لعيب مايك افيبرا. بيك شوك من شيف مايك مره جديده، والفريق عم ينزل لسله. انتوا عم تلعبوا مع اللبنانيه، انتوا عم تلعبوا مع اللبنانيه، منكن عم تلعبوا مع حيالله فريق، انتوا عم تلعبوا مع بطل لبنان، عم تلعبوا مع بطل دوري دبي، عم تلعبوا مع وصيف بطل اسيا. بالوقت يلي ميكي ويليامز عم يسجل اول نقاطه بالمباراه، ما عليه يسجلوا، لكن نحن قادرين باي لحظه نرد، قادرين نوجعهم، قادرين نتقدم بالمباراه، وقادرين نفوز بدون شك مع مايك افيبرا ووائل عرقجي ودوين جاكسون وعلي حيدر يلي عم يلعب رول كثير منيح. شوفوا هالوك سكرين يلي عم يعمله يا لمايك، تاخذ الاتامبت من برا. مايك افيبرا، مايك افيبرا يا مجنون، مايك افيبرا منك طبيعي، خرافي مايك افيبرا باللي عم يعمله. باك تو باك عن الارك لمايك افيبرا، والرياضي متاخر بفارق نقطه واحده بس. نقطه تمشي، مين بيحكي بنقطه؟ ميكي ويليامز دافعوا منيح، دافعوا منيح على بالكمان. ما معقول رونالدو بالكمان صدمني صراحه بالسله اللي حطها لاعب جامعة ساوث كارولاينا السابق، واللاعب يلي عنده 221 مباراة بالان بي اي من وقت التحاقه بنيويورك نيكس بعام 2006، لعب مع دنفر ناجتس. لكن بيبقى اندري بلاتش صاحب العدد الاكبر من المباريات بين كل اللاعبين يلي لعبوا بدوري دبي وسبق وظهروا بالان بي اي، عم بحكي عن 564 مباراة لاندري بلاتش. بالكمان بيسجل الاند 1، فرق 3 لمايتي سبورتس. دوين، رؤيا دوين، ما تتهور. علي حيدر، علي حيدر بياخذ الاتام، ما بيسجل علي حيدر، كان عنده اوبن شوت، لكن مايك افيبرا ما بيضيع، مايك افيبرا ما بيضيع. ما معقول اليوم شايف مايك شو مركز، مركز مايك، بده يطبخها على ذوقه، بده يطبخها على مزاجه. مايك افيبرا هو يلي بحط لها ملح وبهار للسله مثل ما بده، وهو بيسجل مثل ما بده مع كاندريك يلي عم يحاول يدخل ما بيسجل. بالكمان ايضا، رينالدو وين رايح؟ وين رايح؟ وائل منه لدوين، دوين جاكسون مرة جديدة. دوين بياخذ الاتمت من ميد رينج وبيسجل دوين جاكسون اول نقاط. دوين ايه، فرح الصغار، فرح الصغار وفرح الكبار وفرح كل اللبنانية. دوين مع وائل والشباب يلي عم يعملوا مجهود كبير على ارض الملعب. وائل عم يعمل ديفنس كثير منيح على ميكي ويليامز، بيعرف قد ايه ممكن يكون سايلنت كيلر الجارد الشوتر الديدلي شوتر. بالكمان از انستوببل بالوقت الحالي، رينالدو بالكمان از انستوببل بالوقت الحالي، عم يسجل نقطتين جداد، صار عنده 7 نقاط تحت السله عم نعاني، عنده تو بيج جايز ما بيقدر لوحده. علي حيدر بده الهالف على حيدر، مايك افيبرا بقرر يضربهم من بعيد. مازن هالمره ما بيقدر ينجح ياخذ الريباوند مع بالكمان. ايضا اندري بالاعاده، خطا الذكي اللي اخذه كيف حد جسمه. التبديل توردي رافينا مع بالكمان، بياخذ المحاوله الثلاثيه ما بنسجلها، ما بيسجلها رافينا. دخل الى ارض الملعب توردي رافينا، اذا البوينت جارد رامبر زيرو. وائل عندك الفرصة تشوت، بيسلم على حيدر ويا بياخذ الاتامبت عن 3. علي حيدر عم بيسجل عن 3 بوينتس، والرياضي عم يتقدم لأول مرة بالمباراة بفارق نقطة. قلت لكم عم تلعبوا مع اللبنانية يا حبيبي، بدكم تفهموها، عرفوا عم تلعبوا مع بطل لبنان وبطل دوري دبي. مش بسهولة بتقدر تتقدم وتروح لتربح الجيم، لأنه الرياضي بلحظة ممكن يرد عليك وممكن يوجعك مثل ما قلت. هيدا الامر يلي كان عم يعمله علي حيدر. كاندريك بيعمل فيك كثير حلوه، بياخذ الشوط وهو مرتاح وبيسجل. كاندريك ايه، عم نلعب مع فريق ايضا مستواه كثير عالي، هيدا كمان امر احنا بدنا نعرفه، لكن احنا بنعرف امكانيات فريقنا، بنعرف قد ايه لاعبتنا اليوم عندهم الرغبه ايضا للفوز بالمباراه. واهداء لبنان انجاز اشتاق له بكره السله، كره السله الغايبه عن ملعبنا ويلي عم تطل بدوره دبي باجمل صوره. كره السله اللبنانيه مع الرياضي، مع هوبس يلي
كان وصل للدور نصف النهائي بيروت ما توفق، مكان بيروت يلي بنعرفه. اشتقنا للحكمة ايضا، اشتقنا لجمهور الحكمة بدبي، اشتقنا لانجازات الفريق الاخضر، لكن الرياضي اليوم موجود ليعوض كل الخيبات ويرسم البسمة والفرحة على وجوه اللبنانيين. مع وائل بياخذ لقطات من برا بدوره، وائل ما بيسجل، ريباوند لكاندريك، عم يعمل شغل منيح تحت السلة ايضا كاندريك. عندهم لاعبين طوال وعندهم لاعبين اتلتيك مثل جالان كاندريك. شوفوا مالا درايف اتجاه السلة عمل، وسجل نقطة الخامسة، ورجع مايتي سبورتس عم يطلع الفارق لأربعة. حكيوا كثير عن مايتي سبورتس بالدوره، قالوا فريق بحب يستعرض من بعد ما يتقدم بفارق كبير بالنتيجة، لكن اليوم الأمر الواضح انه اخذ المباراة على قدر عالي من الجدية. مثل علي حيدر يلي بتب فينجر تب من علي حيدر من خلالها عم يسجل نقطتين جداد للرياضي، والفارق عم يرجع يصير. باسكت وحدة فقط، سلة وحدة فقط، نقطتين فقط. ميكي ويليامز بمواجهة العراجي، شوفوا علي حيدر كيف عم يعمل ديفنس كثير حلو على اندري بلاش، عم يمنعه يعمل سكرين لميكي ويليامز. ميكي بقرر يخترق يعمل درايف سريع جدا، دريبلينج حلو ايضا عند اللاعب علي حيدر. يا علي، علي حيدر يا علي، رائع جدا عم بيكون علي حيدر مع العراجي، مع العراجي بقلبه الكبير، قرر يخترق على اندري بلاش. من جديد بلاتش بياخذ لقطات، علي حيدر عم يعمل له بلوك، علي حيدر عم بيقول له لمين، مين عم بتشوت، لوين عم بتشوت، شو عم تحاول تعمل يا بلاتش. علي حيدر عم يعمل شغل كبير بهالمباراة، بلوك شوت رائع جدا كان على اندري بلاتش ايضا. علي تحت السلة ما بيسجل لكن بياخذ الفاول. علي حيدر مباراة كبيرة، كبير يا علي حيدر. بالإعادة مرة جديدة عامل له قلق لأندري بلاتش، علي حيدر عم بيعذبه عندما بيدافع عليه، وعم يعمل له قلق عندما يكونوا على الأوفنس فريق الرياضي. علي حيدر ما بيسجل المحاولة الأولى، علي محاولة ثانية المرة بينجح فيها، كانت بسرعة بأجواء النادي الرياضي. ما ننسى امبارح مباراته الأولى للاعب الشانفيل ببداية الموسم، مباراته الأولى مع الرياضي بعد عودته من الأردن للمشاركة مع الرياضي بدوري دبي. ماكنزي مور اللاعب الأمريكي، ماكنزي مور بياخذ المحاولة الثلاثية بالأوبن شوت لتركينو، لتركينو لماكنزي مور. هيك سلة ما منحمل نفسنا الا المسؤوليه، ما فيكم تتركوه لماكنزي مور، لاعب يلي برز بشكل كثير كبير وعمل اسم كبير بالدوري النيوزيلندي. مايكي فيبرا عم يلعب على رافينا، بياخذ لقطات اخر ثانيه، رافينا ما قدر يمنعه، لكن مايك ايضا ما قدر يسجل. والكوارتر الاول عم ينتهي لمصلحه مايتي سبورتس بفارق اربع نقاط، 24-20. على الاوفنس كنا منيح، ما في يقول ما كنا منيح على الاوفنس، لا كنا منيح على الاوفنس، عندنا نسبة 50% وهي نسبة مقبولة، ولو انه عندهم 64% مايتي سبورتس، لكن بالتأكيد نقدر نحسن نسبتها خصوصا من المسافة البعيدة، مطرح ما عندنا 37% من المسافة المتوسطة، عندنا 62%. الرياضي موجود، الرياضي حاضر، ليش لا؟ الكوارتر الثاني يكون لمصلحتنا. Thank you.